أهلاً وسهلاً بكم، نلتقيكم وحلقة جديدة من برنامج ملفات من كربلاء. ما ناسين لا عوائل الضحايا ولا ناسين الفاجعة اللي صارت في مدينة كربلاء بالتحديد بهذا التاريخ. أذكر به الكربلائيين هو 20 آب، فاجعة القطارة. تعرفون لحد هذه اللحظة القوات الأمنية لم تلقي القبض على الجنات، هنالك تخاذل، ولكن القضاء في مدينة كربلاء مارس دوره بشكل قانوني وحيادي. ولكن الكل يعرف عندما تكون هنالك مذكرات قبض أو أوامر استخدام بحق متهمين أو مجرمين يتم تنفيذها عن طريق القوات الأمنية. لذا من المتنصل عن المسؤولية بتقديم الجنات للعدالة، لا سيما هنالك وجود قرابة 8 ضحايا سقطوا في هذا الانهيار. هنالك جهات متسببة، هنالك صاحب القطارة بحسب الشهود العيان، وهنالك دوائر ومسؤولين في الحكومة المحلية. السؤال: لماذا لم يتم إلقاء القبض وتقديم المتهمين إلى العدالة في ظل وجود شكاوى مقدمة؟ واحدة من هذه الشكاوى هو أحد الشباب الذي كان يعمل بصفة مصور في هذا المكان. ناهيكم عن وجود نساء في المكان. بحسب مصادر خاصة أنه تم إصدار مذكرات قبض، ولكن هنالك جهات أمنية في قضاء الحر تتنصل عن المسؤولية. هذه دعوة لمديرية الشؤون ومكتب السيد الوزير للتحقق في هذا الموضوع، وهذه دعوة إلى السيد قائد شرطة كربلاء. لماذا لغاية الآن بعد صدور أوامر قبض واستخدام، لماذا لغاية الآن لم يقدم ولا مذنب واحد إلى العدالة؟ هل هي حياة المواطن العراقي رخيصة، أم هنالك ضغوط تمارس على القوات الأمنية، أو هنالك جهات متنفذة تحاول إبعاد المتهمين وتقديمهم إلى القضاء؟ القضاء أدلى دلوه وأصدر مذكرات قبض واستخدام. هنالك معلومات تشير إلى أن الجاني قد ذهب خارج العراق ودخل، وعندما يتم خروج قوة أمنية لمداهمة المكان وإلقاء القبض يتم إخبار هذا المتهم أو مجموعة من المتهمين بأن هنالك قوة أمنية ستداهم المكان، وبالتالي يقوم بالهرب أو بالتخفي. لذا هذه دعوة إلى رئيس اللجنة الأمنية العليا السيد محافظ كربلاء، وأيضا قيادة شرطة كربلاء وقيادة عمليات والجهات الاستخبارية، الجهد الاستخباري، لماذا لم يتم تقديم معلومات واضحة؟ وأيضا هذه رسالة إلى السيد معالي وزير الداخلية للتحقق في هذا الموضوع. وبين قوسين الشؤون يجب التحقيق مع المركز أو مع أنا لا أقصد شخص، ولكن لماذا لحد هذه اللحظة لم يتم إلقاء القبض؟ هنالك الكثير من هذه الملفات في ملف القطارة، لدي كل المعلومات، كيف يتم المتاجرة، كيف يتم البيع، ما الذي كان في داخل القطارة وتم نقله، هنالك السلاح، هنالك أموال، هنالك مسكوكات نقدية وذهبية. كل هذه التفاصيل سنتطرق لها في الحلقة القادمة. هذا السؤال يطرح عوائل الضحايا والحق العام والحق الشرعي والقانوني مطالب من الجهات التي ذكرتها، وأيضا حق الرد مكفول. نلتقيكم وحلقة جديدة إن شاء الله من برنامج ملفات من كربلاء، ولكن لن ننسى هذه الفاجعة ولن ننسى الضحايا. شوفكم خير.